نودي يا منادل نودي يا منادل اجل الكرامه اجل الهويه اجل العداله اجل الحقوق اجل الضمان اجل الفقر اجل المدرسه اجل التنميه السلام عليكم. احنا بطبيعه الحال وكما عودنا الجماهير وكما عودنا يعني المواطنين لازلنا نخرج لازلنا ندافع عن حقوقنا وحقوق المدرسه المغربيه والمدرسه العموميه بصفه عامه. ونقول دائما ما دام ان مطالب الاستاذ مطالب الشغيلة التعليمية عموما لم تتحقق فإننا لازلنا على عهد النضال لازلنا على درب النضال. أولا لأننا نزلنا الآن ليس فقط من أجل الإضراب أو من أجل الوقفة ولكن من أجل التنديد بمخرجات اتفاق 10 دجنبر ومخرجات اتفاق 26 دجنبر. ونقول يعني بصوت واحد أن هذه المخرجات لا تعنينا وأن النقابات فقط يعني من خلال حوارها مع الوزارة حاولت لعب على الأوراق وحاولت تحقيق مطالب كل الفئات التي يعني تنضوي تحت هذه النقابات ما عدا هيئات التدريس. ونقول أن الأستاذ الابتدائي وأستاذ الإعدادي وأستاذ الثانوي لا زالوا لم يحققوا أي شيء، لا زالوا يعيشون في تهميش، لا زال الوضع على حاله حتى 1500 درهم التي حاولت الوزارة تسويقها على أنها زيادة مهمة. حاليا ليس هناك أي زيادة، فقط مجرد اتفاق، وفقط هذه الزيادة لم تنصفنا حتى في الاقتطاعات التي اقتطعوها يعني خصوصا للمتعاقدين، الاقتطاعات التي همت إدماجهم في صندوق التقاعد، الاقتطاعات التي حاولت الدولة من خلالها يعني إيجاد حل لمشكلة التقاعد التي يعني يعلم الكل ويعلم كل المواطنين من الذي تسبب بها. ولهذا نقول أننا لن نكون حل لمشاكل الآخرين، يجب البحث في حلول هيئة التدريس، يجب إنصاف هيئة التدريس. وشكرا. نحن خرجنا الآن تنديدا بما جاءت به المخرجات الأخيرة التي قيل عليها أنها نسخ للنظام الأساسي، وإنما نقول أنها مسخ للنظام الأساسي، فلم تكن مخرجات ترقى إلى ما تطلبه الشغيلة التعليمية. لم نحصل على شيء، نحن نطالب بسحب النظام الأساسي ولم نطالب بنسخه، طالبنا بنسخ النظام الأساسي. بالنسبة للمهام لم يكن هناك شيء، فقد زادتنا المهام، زادت مهام دون تعويضات، زادتنا مهام. نحن في تعييناتنا مهنة التدريس، نحن ندرس ولا نقوم بغير التدريس. بالنسبة للعقوبات فإنها جاءت نسخت بشكل آخر في بنود أخرى، كانت هناك فقط وعود، لا نرى شيئا من هذه الوعود قد تحققت، لا نرى شيئا في هذا النسخ الذي قامت به النقابات. والنقابات لا تمثلنا، تمثلنا التنسيقيات التي تنطلق من القواعد والتي تنطلق من كل شيء يهم الشغيلة التعليمية. لقد باعتنا النقابات ولا نعترف بما جاءت به المخرجات، ولا بما جاءت به المخرجات، نعترف بما تطالب به الشغيلة القوية التي خرجت لأجل الكرامة والحرية والعدالة لأجلها لا لشيء آخر. وتحية نضالية تربوية. كتنسيق وطني اليوم نعلن استمرارنا في النضال ورفضنا لمخرجات اتفاق 26 دجنبر الذي لا يمثلنا، وأننا عازمون ومصرون على استمرار في النضال. وكزنزانة 10 نؤكد على أن الحل المقترح الذي هو خارج الحصيص غير مقبول وغير منصف، لأن أذكر مرة أخرى على أن الحل كان خصو يكون في 2012 لما تم إيقاف التوظيف سلم 9، لما بدأت الوزارة بالتوظيف سلم 10، في ذاك الساعة كان خصها جميع الناس اللي في سلم 9
يتم الترقية ديالهم سلم 10، ولكن بقي هذا المشكل إلى غاية 2019. قمنا بإضراب مفتوح وخذينا واحد الحق اللي هو مفتوح غير مكمول، واليوم نعود مرة أخرى لاستكمال المشوار، وأننا عازمون على المطالبة بتصحيح الخطأ اللي قامت به الوزارة اللي هو ترقية استثنائية بأثر إداري ومالي لجميع المتضررين ديال الزنزانة 10 خارجي السلم سعود، كل حسب أقدميته. وشكرا جزيلا. يا تطوان عن سلك الابتدائي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، لا أريد أن أطيل لأن كما طال هذا النضال الذي كنا نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية في ربوع هذا الوطن، وأن نحترم آراء الأساتذة وأن نسمع لهم، في حين أن الوزارة نهجت سياسة الآذان الصماء تجاه هذا الحراك الأستاذي الذي لا يطالب إلا بحقوقه المشروعة في نظام، يعني في العدالة الأجرية والكرامة، يعني أصبحت المفردات تفر منا من كثرة التأثير، يعني التأثير النفسي الذي أصبحنا نحس به. فنحن مواطنون أحرار لا نطالب إلا بحقوقنا، فلا يزيد علينا أحد في وطنيتنا، فنحن من نعلم الوطنية لأبنائنا. نحمل للوزارة ما تؤول ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، فهي المسؤول الوحيد والأوحد على ما آلت إليه الأوضاع وعلى ضياع الوقت المدرسي لتلاميذنا، هؤلاء التلاميذ الذين فيهم أبناؤنا. فمثلا أنا كأستاذة لي أبناء بثانوي تأهيلي يعني في السنة الثانية، وكذلك في الإعدادي، وهم منذ 5 أكتوبر لا يدرسون. إذا فنحن نعاني من جهتين، نعاني باعتبارنا أساتذة، ونعاني باعتبار أبنائنا ينتمون إلى المدرسة العمومية. إذا تحية نضالية لكل الصامدين والصامدات.